بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 43 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل عبد الجبار يقول: فضيلة الشيخ، السائل من المنطقة الغربية يقول: طالب العلم بأي كتب يبدأ إذا أراد أن يطلب العلم الشرعي حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كما ورد في الحديث، ذلك لأنه لا يستقيم دين العبد إلا بالعلم النافع. وطلب العلم على قسمين، منه ما هو فرضه عين على كل مسلم، وهو معرفة ما تصح به عبادة الإنسان لربه عز وجل من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه، فهذا فرض على كل مسلم من ذكر وأنثى. والنوع الثاني فرض كفاية، وهو ما زاد عن أحكام العبادات كأحكام المعاملات والمواريث والأنكحة والطلاق والعدد والجنايات، فهذا فرض كفاية لا بد منه، لكن إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن البقية وبقي في حقه بسنة من أفضل السنن. وطلب العلم إنما يكون على يد العلماء وليس على الكتب. الكتب إنما هي أدوات وآليات، لكن لا بد أن يكون طلب العلم على يد أهل العلم الموثوق بعلمهم وعقيدتهم ودينهم. فأنت تختار المعلم الصالح العالم بأمور العلم وتطلب العلم على يده، وهو يختار لك الكتب التي تتلقاها على يده. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل فضيلة الشيخ من المنطقة الجنوبية يقول: نتمنى من فضيلة الشيخ أن يوجه كلمة لإخواننا وأخواتنا حيث تعددت وسائل الاتصالات في زماننا هذا. هؤلاء الناس يقضون ساعات طويلة على الإنترنت، يضيعون الفرائض وربما يستخدمونه بطريقة خاطئة. نرجو منكم التوجيه في ذلك، مأجورين. لا شك أن هذه الوسائل التي جدت، وسائل الاتصالات، وسائل البث، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، أن فيها خيرا وفيها شرا، وشرها أكثر من خيرها، لأنها يستغلها الأشرار ودعاة الضلال، فخطرها عظيم. فعلى المسلم أن يحذر منها، وأن لا يفني وقته في متابعتها، وأن يحذر من شرها وما يبث فيها، لأنها وسائل فتنة وتدمير في الغالب. وإن كان فيها خير في بعضها، على المسلم أن يتحرى الخير ويستفيد منه، لكن يتجنب ما فيها من شر وما فيها من برامج خبيثة وبرامج سيئة، يتجنبها ولا يستهلك وقته في متابعتها، لأن عليه واجبات وعليه وهو عليه مسؤوليات، فلا يستهلك وقته في متابعة هذا البث أو هذه القنوات، أولا لما فيها من الشر الذي يؤثر في عقله وقلبه وإيمانه، وثانيا لما فيها من ضياع الوقت عن بقية الواجبات، وأعظم ذلك الصلوات الخمس. فلا يضيع المسلم وقته فيها، لأن عليه واجبات ومسؤوليات أعظمها الصلوات الخمس في مواقيتها. ومن سهر على هذه الوسائل ومتابعتها سيعجز عن صلاة الفجر، فينام عنها أو يؤخرها عن وقتها ويترك صلاة الجماعة، وهذا نقص عظيم في دينه، تضييع للفريضة. فعلى المسلم أن يتعقل في أموره وأن يحفظ وقته فيما يفيده وينفعه في دينه ودنياه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه رسالة وصلت من إحدى الدول العربية، أخوكم الذي رمز لاسمه بتاء شين خاء
يقول فضيلة الشيخ: يأمنا إمام راتب وكنا نصلي خلفه، ولكن بعدما عرفنا أنه يقوم بأعمال شركية، وهو أنه يعتقد في الأولياء والصالحين بأنهم يشفعون في أصحابهم وأنهم يضرون، وقد مرض هذا الشخص وقد مرض له شخص من عائلته، وحاولنا أنا وأخي أن نعالج هذا المريض من أسرته ببعض الرقى الشرعية لأننا شككنا أن به مس، ولكن لم يقتنع بذلك وأحضر له ما من حنفية يعتقد هو وكثير من الناس بأن فيها بركة من رجل صالح، حيث إنه قبل موته ترك بركة فيها ماء، ومن المعروف لدى العارفين بالله بأن هذا الرجل كان يعالج الناس بطرق غير شرعية وأنه يتعامل مع الجن، ولم يكن يصلي البتة. وعندما نصحنا هذا الإمام لهذا المسجد وأخبرناه بأن هذا الأمر شرك ولا يجوز، فلم يستجب لهذه الدعوة، وكان كلما فتحناه في هذا الموضوع يقول: دعونا من هذا، ويتهمنا أنا والإخوة بأننا مبتدعين، وكان كلما فتحنا هذا الباب يقوم على فوره لذلك، فقد تركنا الصلاة خلف هذا الرجل، فأفتونا مأجورين في الصلاة خلفه. لا شك أن من دعا غير الله أو اعتقد في ميت أو غيره من شجر أو حجر أو جن أو إنس أنه ينفع ويضر من دون الله، أن هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. ما ذكرتموه عن هذا الرجل من هذا الاعتقاد الشركي في المخلوقين لا يجوز لكم أن تصلوا خلفه، ولو صليتم خلفه فصلاتكم غير صحيحة، لأنه هو لا تصح صلاته في نفسه أنه مشرك، ولا تصح صلاة من خلفه. فأنتم أحسنتم باعتزاله بعد مناصحته وبعد البيان له، فلما لم يقبل النصيحة واستمر على غيه وضلاله فعليكم أن تعتزلوه وأن لا تصلوا خلفه، وأن تحذروا بقية المسلمين الذين يصلون خلفه، حذروهم من ذلك وتخبروهم بأنها لا تصح الصلاة خلف من هذه عقيدته، لأن هذا من النصح للمسلمين. قد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا بد أن تنصحوا إخوانكم الذين يجهلون حقيقة هذا الرجل أو يجهلون الحكم الشرعي، أن تبينوا لهم أن الصلاة خلف هذا الرجل لا تجوز، وأن هذه العقيدة شركية وباطلة. جزاكم الله خيرا. نعم. يقول الشيخ: هل يعذر بالجهل بعد إقامة الحجة عليه؟ الأمور الظاهرة كالتوحيد والشرك، هذه أمور ظاهرة واضحة في القرآن والسنة، لا يعذر أحد بالجهل إذا بلغه القرآن وبلغته السنة، وزيادة على ذلك بلغه كلام أهل العلم، فإنه لا يعذر وليس جاهلا، ولكنه يتعمد المخالف. ومما يدل على أنه ليس بجاهل أنكم نصحتموه فأبى يقبل النصيحة، فهذا إذن معاند. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز لي أن أصلي في البيت حيث إنه لا يوجد مسجد بالقرب مني غير ذلك المسجد الذي في هذا المنتدى؟ نعم، إذا دار الأمر بين أنك تصلي خلفه أو تصلي منفردا في البيت فصلي في البيت، صلي منفردا، لأن صلاتك منفردا صحيحة وهي لعذر، وأما صلاتك خلفه فهي لا تصح. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هل الإنسان المحدث بها أم يعتبر ذلك من الرياء؟ ما كل من رأى رؤيا ويزعم أنه رأى النبي يكون ذلك صحيحا، حتى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته التي لا يلتبس فيها بغيره، فإذا كان يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صح عنه أنه قال: من رآني فقد رآني حقيقة، فإن الشيطان لا يتشبه بي. لكن الذي لا يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يأتيه الشيطان ويتصور له ويقول: أنا الرسول، لأن هذا لا يعرف صفات النبي التي تفرق بينه وبين غيره. فليست كل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تكون صحيحة حتى يكون العبد على معرفة تامة لصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي تميزه عن غيره والتي لا يتشبه بها الشيطان. نعم. أحسن الله منكم. السائل الذي رمز باسمه بميم ألف الرياض يقول: ما هو الخوف من الله؟ وكيف يكون الإنسان خائف
وما هو الخوف غير الطبيعي مأجورين؟ خوف من الله وخوف العبادة وهو من أعمال القلوب، وهو من أنواع من أعظم أنواع العبادة، خوف من الله، خشية من الله، محبة الله، هذه أعمال قلبية هي أعظم أنواع العبادة. وأما الخوف الطبيعي مثل محبة الإنسان للمال، محبته لنفسه ومحبته لولده ووالده، هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان ما لم يقدمها على محبة الله عز وجل. وكذلك الخوف، الخوف منه ما يكون خوف عبادة، وهو الخوف الذي معه ذل وخضوع، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هو خوف طبيعي، وهو أن يخاف الإنسان من السبع، أو يخاف من العدو، أو يخاف من الحر أو من البرد، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. يقول السائل في سؤاله: إذا جهل الإنسان شيء من أمور العقيدة أو أنكر شيئا من الشريعة جاهلا، فهل يؤاخذ على ذلك مثل العمد؟ بينوا لنا ذلك. أما أمور العقيدة فهي أمور واضحة في الكتاب والسنة، لا يسع أحدا جهلها، بلغه القرآن وبلغته السنة. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن وهو عربي يفهم الكلام العربي، فإنه يعرف وجوب التوحيد وإخلاص العبادة لله، ويعرف النهي عن الشرك وبطلان الشرك من صريح القرآن ومن صريح السنة. هذا لا يسع أحدا بلغه القرآن أن يجهل العقيدة وأن يجهل ما يضادها ويفسدها، ولو على سبيل الإجمال، ولو لم يعلم ذلك على سبيل التفصيل. وأما أمور الشريعة الباقية، الأمور الخفية التي هي محل للاجتهاد والسفراء الوسع، فهذه يعذر الإنسان فيها حتى يتبين له الحق ويتبين له الصواب. نعم، أحسن الله إليكم. أم أحمد من المدينة النبوية تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، عندما ينزل الحيض على المرأة يستمر معها 3 أيام متصلة، وفي اليوم الرابع والخامس يكون نزول الدم متقطع، بحيث تكون هذه المرأة طاهرة 2 أو 3 فروض، ثم يعود الدم مرة أخرى ويكون قليل، وفي نهاية اليوم الخامس ترى صفرة. هل يعد انقطاع الدم قبل الخامس طهر؟ وهل تجب الصلاة؟ لا يعد طهرا حتى ترى النقاء التام، بحيث لا ينزل معها شيء، لا صفرة ولا دم ولو يسير. لقول عائشة: النساء لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضة، وهي مادة تنزل في آخر الحيض، تعرفها النساء مادة بيضة، أو أنها ترى النشاف تام، بأن لو وضعت قطنة أو منديلا على فرجها ولم يتأثر ولم يظهر عليه شيء، هذا هو النقاء التام. وأما ما قبل ذلك من الصفرة أو من نقاط الدم وغير ذلك في أيام العادة، إنها كلها حيض لا تصوم ولا تصلي فيه. نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول فضيلة الشيخ: هل الوضوء شرط في صحة الغسل من الجنابة والحيض؟ نعم، لا بد من الطهارتين، الطهارة الصغرى بالوضوء، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، فلا بد من الوضوء أولا ثم الاغتسال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام، كان يستنجي أولا ثم يتوضأ ثم يغتسل من الجنابة عليه الصلاة والسلام. ولو نوى الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر وأفاض الماء على جسمه أو انغمس في الماء الكثير، فإن هذا يكفي عن الحدثين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل عن البسملة أيضا الشيخ: هل هي شرط في صحة قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟ عند الجمهور البسملة ليست من الفاتحة، فلا يشترط قراءتها، وإنما يستحب قراءتها، لأنها ليست من الفاتحة. الفاتحة 7 آيات، تبدأ بقولها: الحمد لله رب العالمين، تنتهي بقوله: ولا الضالين. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسملة من الفاتحة لبدأوا بها. نعم، أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: إذا كان الإنسان يتوضأ أو يصلي وفكر أن يقطع هذا الوضوء أو هذه الصلاة،
ثم أكملها وأتمها، هل الوضوء أو الصلاة صحيحة أم تنقطع بمجرد التفكير؟ أما إذا كان هذا من باب الوسواس فإنه لا يلتفت إليه، أما إذا كان هذا من باب الحقيقة وهو أنه نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع، فإن الصلاة تنقطع لأنه فقد النية، ومن شروط صحة الصلاة وجود النية واستمرارها إلى الفراغ من الصلاة، فإذا قطع النية بطلت الصلاة. وكذلك الطهارة، إذا نوى قطعها فهو يتوضأ فإنها ينقطع وضوءه ولا بد من استئنافه من أوله، أما إذا كمل الوضوء وانتهى ثم نوى قطعه فإنه لا ينقطع إلا بالحدث، إذا كمل الوضوء وانتهى ثم نوى قطعه ثم عدل عن نيته فطهارته باقية ولا ينتقض الوضوء إلا بالحدث. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل فضيلة الشيخ من ضمن أسئلتها بأنها عندما تقول أنوي أن أصلي فرضا تأتيني وساوس في النية، عندما أريد أن أصلي العصر يأتيني الوسواس بأنها ليست عصرا وإنما ظهرا أو سنة، وأنا في نيتي بأنها فريضة العصر، هل صلاتي صحيحة وهل تتغير النية بسبب الوساوس وماذا أفعل؟ أولا النية هي القصد والعزم بالقلب، ولا يجوز التلفظ بها لأن التلفظ بها بدعة، حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا أحد من السلف. التلفظ بالنية بدعة، وإنما يكفي النية بالقلب، محلها القلب. والوساوس التي تعتري الإنسان هل نوى أو ما نوى أو ما هي النية، أو هذه يرفضها الإنسان ولا يلتفت إليه، هو إذا قام يصلي أو جاء إلى الصلاة فإنه قد نوى، إذا جاء إلى الصلاة أو وقف للصلاة فقد نوى، لا حاجة إلى الوساوس ولا يلتفت إلى الوساوس، بل ينوي الصلاة ويكبر ويكمل صلاته ولا يلتفت إلى قول الشيطان له نويت ما نويت قطعت النية ما أشبه ذلك من الأمور التي تشوش على العبد عبادته ويتسلط عليه الشيطان فيها. نعم، جزاكم الله خيرا. أخيرا تقول بالنسبة للزيوت الطبيعية إذا استخدمت على البشرة بالنسبة للمرأة والشعر هل تمنع وصول الماء إلى البشرة أثناء الوضوء أو الغسل من الجنابة؟ الزيوت والأدهان لا تمنع وصول الماء إذا كانت على الشعر أو على الجلد، لا تمنع من وصول الماء لأن المقصود جريان الماء على العضو ولو كان عليه زيت أو عليه دهن، إنما الذي يمنع الشيء المتجمد، الشيء المتجمد الذي له جرم كالبغيات والأصباغ المتجمدة هي اللي تمنع، أما مجرد الدهن هذا لا يؤثر. نعم، جزاكم الله خيرا. مستمعة من ليبيا تسأل وتقول في هذا السؤال: امرأة تركت العمل واستمر الراتب يصرف لها عدة أشهر بعد تركها لهذا العمل، وقد أخذ ولي أمرها معظم ذلك المال وتصرف فيه، والسؤال هو ماذا تعمل هذه المرأة وهي لا تملك القدرة على رد ذلك المال مأجورين؟ إذا كان المسؤولون أعطوها الرواتب وهم يعلمون أنها قد انفصلت عن العمل، كان نظام الدولة يجيز هذا أن الإنسان بعد نهاية عمله يعطى مدة من أو حق له من الحقوق في بيت المال من حقوق الموظفين، إذا كان هذا يجري فيه نظام معترف به في الدولة فلا بأس به، لأنه حق من حقوق الموظف التي تجرى له أو تعطى له بعد انفصاله من العمل. أما إذا كان المسؤولون لا يعلمون أن هذا الموظف قد انفصل وترك الوظيفة فإنه لا بد أن يرد عليهم المبلغ الذي أخذه لأنه أخذه بغير حق. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. تقول السائلة من ليبيا: هل هناك أذكار تقال بعد الصلاة الراتبة؟ نعم، أذكار كثيرة بعد الصلاة الراتبة، استغفر الله ثلاثا بعد السلام، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وإذا كان بعد صلاة المغرب أو صلاة الفجر فإنه يأتي بالتهليلات العشر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر، ثم يقول بعد كل الصلوات يحمد الله يسبح الله ويحمد الله
ويكبر الله 33، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يكررها 33 ليبلغ المجموع 99 كلمة، ثم يختمها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ليكمل بذلك 100 كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم يقرأ آية الكرسي، ويقرأ سورة الإخلاص، سورة المعوذتين بعد كل صلاة، وبعد الفجر والمغرب يكرر هذه السور 3 مرات، وهذا من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة من ليبيا فضيلة الشيخ تسأل عن حديث إن المؤمن إذا عاد أخاه المريض ودعا بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، عوفي من ذلك المرض. والسؤال يبقى: هل يدعو بهذا الدعاء سرا أو جهرا أثابكم الله؟ نعم، هذا ورد الدعاء به للمريض عند زيارته وبهذا العدد المذكور، سواء جهر به أو قاله سرا، لا بأس بذلك، مخير الحمد لله. تقول: شاهدت بعض الناس فضيلة الشيخ يتعلقون بأستار الكعبة شرفها الله، فهل هذا العمل مشروع؟ هذا غير مشروع، التعلق بأستار الكعبة أو التعلق بباب الكعبة هذا كله من مزايدات العوام، المشروع أن يتوجه إلى الكعبة في صلاته وفي دعائه، ويطوف بها طواف نسك أو طواف تطوع، ولا بأس أن يقف في الملتزم بين الركن والباب ويدعو الله عز وجل من غير أن يتعلق بالكعبة. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته. شكرا.